تكلم حتى أراك، الجملة دي ملخص كافي ووافي لحلقة النهاردة. لغة الإشارة، تعبير الجسد، الكلام، المحادثات الكتابية، كل دي شكل من أشكال التواصل أو تواصل الناس مع بعضها البعض. أنت أكيد سألت في يوم من الأيام أو إحنا ليه أصلا بنتواصل مع بعض؟ فايدة التواصل والكلام إيه؟ في دراسة أو تجربة قامت بها الجمعية الاقتصادية الأمريكية بالشراكة مع الاتحاد الجامعي للبحوث السياسية والاجتماعية، اسم التجربة كان R2 Heads Better Than One، يعني دماغ واحدة أفضل ولا اتنين ولا دماغين اتنين مع بعض أفضل. في التجربة دي جابوا مجموعتين وخلوهم يتنافسوا مع بعض. في اللعبة في البداية منعوا المجموعتين هما يتواصلوا مع بعض نهائيا. ايه اللي كانت النتيجة بقى؟ كانت النتيجة ان سلوك المجموعتين كان عدواني جدا في سبيل تحقيق الهدف المطلوب او النتيجة المطلوبة منهم، على حساب ايه؟ تدمير الجهد او الشغل بتاع المجموعة التانية. طيب في المرحلة التانية عملوا ايه؟ خلوا اعضاء المجموعتين يتواصلوا مع بعض وقالوا ماشي مش مشكلة ممكن تتواصلوا مع بعض، وهنا تغير بقى السلوك 180 درجة، بقوا بيساعدوا بعض وقلل الضرر اللي حصل في المرة الاولى، وكمان بدأوا انهم ما يدمروش شغل بعض. النتيجة ايه؟ النتيجة اللي طلعنا بيها من التجربة دي ان التواصل دايما بيكون مفيد في حل المشاكل وتقليل الاضرار. فبالتالي يعني عبر كده عن نفسك وطلع اللي جواك وتواصل مع اللي حواليك عشان تقلل الضرر عن نفسك وعن الاخرين. وهنا بقى بنحكي عن اهمية التواصل في الحياة. اصغر دايرة بيبدأ منها التواصل هي الدايرة اللي هي بتاعت نفسك، انت تتكلم مع نفسك من وقت ما تصحى الصبح لحد ما تنام، واحنا كده داخلين كده في محادثات مع نفسنا. وانا طبعا محادثات مع نفسنا دي بقصد بيها الصوت الداخلي اللي جوانا، اللي احنا يعني لو انت اشتغلت على الجانب ده وعرفت ان انت ازاي تكلم نفسك هتبقى توصل ان مرحلة ان انت تبقى عارف انت عايز تعمل ايه وما تعملش ايه بطريقة سهلة. بس ما تكلمش نفسك بصوت عشان الناس اللي حواليك ما تفتكرش ان انت مجنون ويقول بقى ان احنا عايزين نروح دكتور نفساني وما الى ذلك، ولكن الكلام مع النفس ده شيء مفيد جدا جدا. الدائرة التانية اللي المفروض ان انت تحط نفسك فيها او تتواصل فيها هي اصحابك واهلك او اقرب الناس اليك او الدائرة اللي محيطة حواليك. هنا التواصل بقى بيكون ايه؟ بيكون مفيد جدا في موضوع يعني وصف افكارك وبسهولة، وان انت توصل المعلومة ليهم بسلاسة، وده بيقلل المشاكل، لان يعني بيقلل مشاكل معاهم، لان اغلب المشاكل اللي انت بتواجهها في علاقاتك الاجتماعية هي عدم الفهم، يعني هم الناس مش فاهمينك، فبدون تواصل هم مش فاهمين انت عايز ايه، وعدم الفهم ده هيجي على ايه؟ يعني هيولد ضغط عليك نفسي، وبالتالي مسؤوليتك بان انت تشرح وجهة نظرك ليهم وتشرح طريقة تفكيرك اللي انت بتفكر فيها. ده مش هيجي الا بالتواصل، والتواصل بطريقة سهلة وبسيطة عشان تقدر تكسب فيها كل من هو قدامك، سواء كان هو كمان الشخص اللي قدامك ده متحدث جيد او غير جيد. طيب ده اعمله ازاي؟ بان انت تزود الثقة في نفسك، يعني لازم تزيد ثقتك في نفسك، عشان هي لو زادت هتزيد ثقة الناس بيك. بص، هو الموضوع عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايرة، هي دايرة كده حتمية لازم هتمر بيها. انت محتاج تتواصل. طيب عشان انا اتواصل لازم محتاج ان انا اثق في نفسي. لما اثق في نفسي هبتدي ان انا هعرف اتواصل كويس، افوصل فكرتي كويس، فاللي قدامي يقدر ان هو يثق فيا، فبالتالي نقدر ان نوصل لحل للشكل اللي احنا عايزينه او للطريقة او للقرار اللي احنا عايزين ناخده. في النهاية التواصل ده هيكون أمر حتمي بالنسبة لك، زي الأكل والنوم والشرب والجري وأي شيء أنت بتعمله في حياتك. فبالتالي مهارة التواصل دي لازم تتدرب عليها وتمارسها وتحاول أن أنت تطور منها كل يوم. وزي ما أنت محتاج من أن الناس أن أنت تتواصل معاهم أن هم يفهموا وجهة نظر، محتاج كمان أن أنت تكون مستمع جيد عشان أنت كمان تقدر أن أنت تفهم الكلام اللي بيتقالك، وما تقدر تفهم الكلام اللي هو بيتقول ما بين السطور. فما يخليكش ان انت يعني تطلق احكام او من وجهة نظرك انت وتنسى وجهة النظر المقابلة، فبالتالي تقدر ان انت تعطي مساحة لنفسك انك تناقش الموضوع وتطرح اسئلة وتخليك تفهم اكتر، وده الشيء اللي هيفتح لك باب المناقشة وهيودينا بقى للنصيحة التانية. النصيحة التانية بقى اللي هتلاقي ناس كتير مش هتقولك عليها، هو ان انت لازم تستخدم لغة الجسد وتتدرب عليها كويس، لان هي دي اللي بتدي الفيدباك للطرف التاني ان هو يفهمك ويفهم اللي انت بتقوله بشكل احسن، وكمان بتكسبك. عارف انت اللي هو تبقى انت داخل المحادثة كده كسبان 1-0، هي اللغة الجسد دي المهمة جدا. يعني موضوع الابتسامة، موضوع الإشارة بالحركات، موضوع الاهتمام من انت مثلا بتقرب من الشخص مثلا وانت بتسمع له، فبالتالي هو
نفسيا، بحس ان انت فعلا مركز معاه، وبحس ان انت ان انت مهتم بموضوعه، موضوع ان انت مثلا لغه العين ان انت ترفع حواجبك وتنزل حواجبك، وانت يعني تفاعلك او نقدر نقول الفيشال اكسبريشنز او يعني فيشال اكسبريشنز باللغه العربيه اللي هي التعابير الوجهيه او التعابير اللي بتظهر على الوجه اثناء الكلام. دي مهمه جدا ولازم ان انت تتدرب عليها. فلازم عشان تقنع الناس بفكرتك لازم هم كمان يقتنعوا بان انت فعلا بتسمع لهم وان انت واخد رايهم بشكل جدي ومركز معاه. في النهايه لازم افكرك بان التواصل الفعال، التواصل بشكل ذكي، التواصل مع الناس بشكل صحي بيخليك تقدر تتعامل مع الناس اللي حواليك وتسهل عليك الحياه وان هم يتعاملوا هم كمان معاك. علاقتك كويسه والصحيه وان انت تتفادى المشاكل الكتير انت اصلا في غنى عنها. المهاره دي مطلوبه جدا 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 وهتحتاجها سواء كان في البيت، في الشارع، في الشغل، في الدراسه، في الجامعه، مع اي حد. مهاره التواصل مهمه جدا، والمهارات اللي بجانب اللي حوالين التواصل دي هي دي كمان مهمه جدا جدا. اللي يهمنا نعرف كمان يعني رايك في موضوع ايه هي مهارات التواصل اللي انت شايفها ان انا ما قلتهاش في الفيديو وان هي كمان مهمة جدا شايفها من وجهة نظرك. ريت تكتبها لنا في التعليقات، وكمان ان انت يعني تقول لنا هل في اي نوع من انواع المهارات الاخرى غير مهارات التواصل المفروض يكون الانسان ملم بيها عشان يقدر يوصل يعني التواصل مع الناس بشكل صح وبشكل مظبوط. هنستنى رأيكم في التعليقات، ونتمنى يكون الفيديو طبعا كان يعني مفيد لكل الناس. ما تنساش انت تعمل لايك وتشترك في القناة وتتابعنا وتتابع كل فيديوهاتنا الجديدة. وكان معاكم أحمد سلامة من توكي كامبوس. نشوفكم على خير. سلام عليكم.